بنرسم الطبيعة اللي حوالينا. سبحان الله ربنا خلق لنا كل حاجة حلوة كتير. تكفي انك بتمشي بتشوف كل حاجة بعين الفنان، يعني بتشوف كل حاجة حلوة قدامك وتنبهري بيها. ابتديت هنا من سنة 75، عرفت المكان من الجيل اللي قبلنا كانوا بيجي يشتغلوا، حبيت ولقيت حاجة حلوة محدش بيعملها إلا احنا، وطفلة صغيرة وانبهرت بيه وشفت نفسي فيه وشفت ولادي فيه. احنا بنرسم هنا بالطبيعة اللي حوالينا، واحنا أصلا اتربينا على كده، ان نرسم الخيال ونرسم الطبيعة اللي حوالينا، ومن دماغنا ما لا بننقل من كراسة ولا من قلم ولا نعرف حتى نمسك قلم ونرسم وردة. بنستخدم صوف والقطن والمشط، ويجينا الأول بقى الصوف أبيض بتاع خرفان، وزرعين الصبغة هنا وبنصبغ هنا وبنعمل جميع الألوان. ما قلناش مواعيد، دي حاجة حلوة من ضمن الحب في الشغل وحب في أصحاب المكان وحب في المكان نفسه، إنك مش مقيدة بساعة. السجادة كبيرة ممكن تاخد سنة، سجادة أصغر من كده يعني صغيرة زي كده ممكن تاخد 5 شهور 6 شهور كده. اللي بيشتري شغل الأجانب والمصريين برضه لما كنا فاهمة شغل بيشتروه. لا جوزتهم معايا 3 عيال، يعني بيتنا وعيالنا وبعدين شغلنا. عيالي مبهورين بشغلي وندمانين ان هم ما يتعلموش الفن الحلو ده. وعيشتنا حلوه مرتاحه عن غيرنا، يعني الحمد لله يا رب مميزين عن غيرنا. يعني في الايام اللي عادت الصعبه دي نحمد ربنا. جات الكورونا الدنيا كلها قعدت والعالم كله قعد، احنا ما قعدناش. سافرت سنة 2006 ورحت لندن واشتغلنا، هم حابين يشوفونا احنا بنشتغل، الناس مرحبة بينا ومرحبة بشغلنا، ياخدوا ايدي يبوسوها والله يبقى جت اتكسف لما راجل كبير يوم ما يلعب يبوسها ويقول لي الحاجة الحلوة دي. شغلي ما فيش حد بيعمله في العالم كله الا احنا. شغلي وصلني كل حاجة حلوة، ودانا حتت حلوة، وعايزة أروح كل حتة حلوة في شغلي.